هاد البالوعات اول 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 حاجه خصنا الطريقه الصحيحه والمتطوره للقضاء على هاد المجرمين، ما بقاوش يحلوا البالوعه بواحد السهوله. هذه المساله الاولى. والثانيه خص المشرع يعاود القانون ديال الاجرام في هاد النزيله هذه، باش هاد الناس اللي كتخول لهم النفس ديالهم يسرقوا البالوعات، السرقه زائد تخريب ملك العام، يعني خصها تمشي فيها واحد العقوبه يعني ما عندها حدود. وكيساهموا في بعض الناس في قتل الناس من الدرجات الناريه، يعني الى عقلتي على البوليسي اللي في الهجاجمه اللي كان وقع لي ذاك المشكل بسبب ذاك اموات ذوك الناس البالوعات ومشى فيها ضحيه شرطي. يعني خص الجهات المختصه تضرب بيد من حديد من هاد الناس اللي يقوموا بهذا العمل الاجرامي اللي هو تجاره البالوعات المسروقه من الشوارع العامه. خصنا نحاربوا ذوك العربات اليدويه باش نمنعوهم ما يدخلوش عماره انفا بصفه نهائيه. هاد الناس اللي المستوى ديالهم على قدر الحال، واش نقول لك نوصفهم لك بدويين مجرمين ما نعرف جميع الصفات نوصفهم، باش يمنعوهم ما يدخلوش يدخلوا بالعربات اليدويه لهنا عماره اونفا. عماره اونفا راه القلب النابض ديال الدار البيضاء واللي فيها الفنادق المصنفه دوليا، ما خصش يكون فيها بحال هاد المتاهات اللي كتبان لبعض الناس خاويه ولكن هي راه مهمه بزاف. عندك مار سنترال وعندك واحد ديال الساحه ديال ترامواي، حتى هما هذوك البالوعات اللي هما كيداروا خصيصا لبلع الماء والقاذورات والماء ديال الشتاء. هاد البالوعات الدور ديالهم هو تبليع الماء، ولكن ملي كتولي البالوعه ما عندهاش غطاء ديالها كتولي تشكل خطر على الراجلين. على حسب التخيلات ديالي كبيضاوي ولد عماله اونفا، كتبان لي هاد مركز المدينه بغاو يسرقوه منا، بغاو يخفيوه شي رويدا رويدا. انا ديما كنتكلم على الصيانه الشموليه للسونتر فيل، ماشي غير البالوعات، الصيانه الشموليه. ملي كنقولوا الشموليه يعني راه الناس اهل الميدان تيعرفوا شنو هي الصيانه الشموليه. كاين جهات مختصه عندنا الحمد لله، الناس مستوى عالي في جميع المؤسسات ديالنا باش يقضيو على هذه الظاهره هذه بواحد السهوله.